السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من حيثما كنتم. اليوم حدنا مقطع أو محتوى أو مدونة مرئية، سميه ما تحب تسميه. شلون تحضر الكولونالين والأيزو كولونالين كيونالين كيونالين شلون تحضر؟ بداية عندي توضيح وتنبيه أن الصوت أعرف دقته مو بذاك الزود ولا ذاك المستوى المطلوب. أنا ذاك هو بالعادة أستخدم مايك ثاني، بس لأن ذاك المايك سبب من أسباب قرر اليوم انه ما يشتغل، فحستخدم المايك الاساسي. تمام، هذا اول هذا التنبيه عندي. مثل ما قلت لكم اليوم هذا المقطع راح اشارككم شلون تحضر السينثيس اوف كيونالين والايزوكولونين. اوكي، ببدايه انه الكيونالين عنده طريقه تحضير الى واحده بس، يعني حسب المصدر او حسب المذكور بالمصدر. انا ما علي باللي محاضرة دكتوركم من اي مصدر جاي يعتمد او اي شيء، سواء كانت من اي محاضره من اي مرجع انت لك او اي ريفرنس، هي مرجع نفسنا في المعادله. المهم ما يهمني انه شنو طرق تحضير الذاكره، انا يهمني انه المصدر الشيء المطلوب والمعتمد انه شراي منك لانك السكراب سينثيسيس وبس. تمام، طبعا السكراب سينثيسيس، طبعا اعتذر لو كان لفظي شويه سكرب بس بعد كلمات اجنبيه والوضع هذا حاله صيف وحر والله يسامحنا. اوكي، طريقة او كيفية يتم تحضير الكولونين عن طريق السكراب سينثيس هي ببساطة انه نجيب الامينو بنزين ونفعله الكوليسترول بوجود حامض ال H2SO المركز ونسحب جزيئة ماء بس. اوكي، حتقول شلون يتحول من هيج لهيج، فهاي راح اوضح لكم بالميكانيزم. تمام، اوكي، مثلا شوف طبعا هالتفاعل تحفظه، وطبعا مو شرط يجيك في هالشكل، يعني يمكن يغير الشكل. يعني دير بالك انه الوزاري شلون، يعني مثلا بدل ما يكتب لك اياها بهالشكل يكتب لك اياها بهالشكل. حط لك هيجي ونا او اتش نا او اتش، طبعا تقريبا هيجي مسوي بالمصدر حتى ما اتذكر. واحد اثنين ثلاثة، شوف شلون بهالشكل يسوي لك اياها. وطبعا اخو الشكل الثاني يمكن مجرد يخربط، يعني يخربطك، فلا تخربط لا تخربط. وادرس بعضكم من كتاب تخربط لو اجت حيتخربط، ف اسف من هسه مقدمه. اوكي، لا تخربط، ما ثاني عدي ثالث عدي. تمام، طبعا الميكانيزم هو خطوتين اساسيات، خطوتين وبس الميكانيزم. تمام، الطريقه الاولى انه نستخدم الكوليسترول انه نحضر من عنده الاكرولاين. الاكرولاين هو المهم عن طريق تحضير ال شو اسمه ذاك الكونالين. اوكي، شلون يتم تحضير الاكولاين؟ الاكولاين عن طريق وجود الحامض ال H2SO4 ونسحب جزيئتين ماي من عنده. نسحب من شو جزيئتين ماي؟ نسحب جزيئتين ماي من يهوه من الاكروس من الجلوسرول الجلوسرول. اوكي، شلون نسحبها؟ نسحب جزيئتين ماي، نسحبها بشكل OH و OH ونسحب 2H من هنا. تمام، هاي انتبه، OH تنسحب من هنا، هاي ال OH تنسحب، وهاي ال OH تنسحب، وهاي تنسحب الاتش وتسحب هاي الاتش. فشو يصير عندنا؟ بيصير عندنا هذا المركب اللي هو الاكرولاين. تمام، هاي عندنا الاكرولاين. فنرجع شو نسوي، شلون نحضر اول خطوه بالميكانيزم شنو هي؟ نحضر الاكرولاين. شلون نحضر الاكرولاين؟ عندنا الكوليسترول، شو نسوي؟ نسحب من جزيئه او اتش ونسحب جزيئه او اتش ونسحب اتش او اتش. اوكي، عمو شو يصير عندنا؟ بس عندنا دبل بوند ويل اوكسجين ويصير عندنا هذا الشكل. اوكي لحظه، اكو واحد اثنين ثلاثة، اكو دبل بوند مثل راح اسويها. اوكي، اوكي لحظات بس. تمام، اعتذر على الخطأ البسيط كان، يعني متفقين. نجي هسه هنا الخطوة الثانية. شنو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هي انه نفاعل امينو بنزين والاكرولاين. طبعا طاقة مفاعلتهم ما تحتاج شيء، مجرد قربهم لبعض راح يسوون قبر، راح يسوون ارتباط بيناتهم. ليش؟ لانه هذا الحلو اللي هو شو اسمه، هذا الحلو اللي اسمه النيتروجين راح يكون شنو؟ راح يكون محفز. شلون محفز؟ راح يكون عنده الكترونات او عنده طاقة كافية، عمود شو يسوي؟ عمود يهاجم هاي الكربونة، يهاجم هاي الكربونة. وهاي الاتش سو، هاي الاتش، هاي ايش تقوم تغادر؟ وما تغادر، حيكون تغادر وما تروح الاكسجين. اوكي، ليش تروح الاكسجين؟
وش يسوي اكسجين؟ من تحت حتاخذ هاي الالكترونات، من تاخذها راح تسوي هاي الكربونه، هاي الكربونه حش حصل هاي الكربونه، حصل موجبه، من تصير موجب هاي الكربونه، هاي الكربونه جواها راح تغار عليها. من تغار عليها ايش راح تسوي؟ راح تاخذ الالكترونات مال هاي الكربونه، تمام؟ طبعا ليش حتاخذ؟ لان على اي حال راح تتفاعل ويا النيتروجين، فيعني يعني هيج وهيج حتعوفها، فهي حتسبقها وحتعوفها، تاخذ منها الالكترونات، حصل سالب انها اخذت الالكترونات مالتها من هاي الاصل الثاني من الباي بونت هاي من كسرتها، حتاخذها حصل تصير هي شو حصل؟ راح تصير موجبه، راح حصل هاي شنو؟ حصل هاي حصل سالبه وهاي حصل موجبه. ليش صارت هاي موجبه؟ لانه هاي اخذت الكتروناتها. وليش اخذت هاي الكتروناتها؟ لانه الفوق شو سوت؟ ان فوق نقطة الكتروناتها من الاكسجين وسوت اصله ويا الاو اتش، فهاي صار اخذت الكتروناتها، عم وش تسوي؟ عم تاخذ الاتش، تمام؟ وهاي لانه ليش صارت فاعت ويا هاي الكربونه؟ لانه من نقطة من الاتش صارت سالبه، اوكي؟ احنا نعرف، فمن صارت سالبه سوت طبعا سالبه، بس يعني صار هي تقول صارت سالبه، بس عمود يعني نكمل الحبكه مالتنا. فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا هذا الشكل. شلون هذا الشكل؟ غير لون احمر بس طلاب، اوكي؟ صار عندنا هذا الشكل انه اوكي، صار عندنا هذا الشكل انه هاي الاتش هاي الان سوت تفاعلت ويا هاي الكربون. ايش تفاعلت وياها؟ ويت ايش الخط كيس صغير؟ لحظات بس الخط كيس صغير، اوكي. سوت انه هاي الان سوت اعتذر طبعا على هاي المشاكل لانه شوية الأمر مزعج، ما يكون خط مو حلو. سوت هاي الآن أو النيتروجين ورا ما كنا كان سالبة وهاي الكربون موجود، سوت وياها آصرة، تمام؟ فشوفوا هاي آصرة والأتش هاي سوت آصرة ويا الأكسجين مثل ما تشوفون، وهاي سوت باي بوند ويا هاي الكربونة، فهاي الكربونة سوت باي بوند ويا الكربونة. فاحنا شو نقول؟ نقول إنه الباي بوند كان بين الأكسجين والكربونة انتقل هنا، وهاي الاكسجين من انتقل الباي بوند خذت الهيدروجين كانت وين؟ كانت مرتبطه بالان، فمن خذت صار بالان انه الان صارت هاي رياكتيف، يعني صارت عندها الكترونات فائض، فصار شنو؟ صارت ريتش ان الكترونز، بالتالي راح تتفاعل وياها، هي حتتفاعل ويا الكربونه اللي صار بها الكربونه اللي انكسرت الباي بوند مالتها وانتقلت، اوكي؟ يعني كان مثل ما قلنا، يعني كان هنا اكو باي بوند، كان ياكو باي بوند، وكان ياكو هنا باي بوند، تمام؟ كان باي بوند وكنا كان باي بوند، تمام؟ فصار من هاي انكسر باي بوند، هاي صار هم انكسر، ليش انكسر عمود؟ الحين انتقل هنا الباي بوند، من انتقل هنا الباي بوند صارت هاي الكربونه بور الالكترون، اوكي؟ يعني بور يعني ارتفاعاتها نقص او عندها فقدان بالالكترونات، بينما النيتروجين هاي صارت ريتش ان الكترون، صارت فائض الكترونات. ليش؟ لانه عافاها بروتون، يا بروتون عافاها، البروتون خذته الان خذا الاو، البروتون خذا الاو، اوكي؟ البروتون خذا الاكسجين، تمام؟ وضحت هسه الفكره؟ وضحت وراها صار وراها طبعا هذا طبعا هذا كله بجانب الجزء الاستيب الاول، واذا ما وضحت هسه هعيد لكم. ورا ما صار هالشيء طبعا، ورا ما صار هذا الشكل، تمام؟ صارت هاي الكربون، تمام؟ هاي الكربون سوت قامت تنجذب اما تنجذب قامت تنجذب لهذا لهاي الكربون. لا تنجذب طبعا، تنجذب سبب الشحنات بيناتهم، بس شنو هم؟ اكو مشكله يكون هون اتش، تمام؟ اكو هون مشكله اتش، فايش راح يصير هذا الاتش؟ هسه الحين راح يصير هذا الاتش ارتبطت وياه، وصارت الاكسجين او جزيئه الهيدروكسي صار بيها، صارت ليفينج جروب. ليش صارت ليفينج جروب؟ حيكم ليش؟ لانه بهذا الوسط وسط الحامض صار بيها، صارت انه هاي الاتش وهاي الاو اتش او الهيدروكسي صار متحده بينات، صارت كومبلكس مو كومبلكس، صارت بوندنج، صار عندنا اتش، صار عندنا اتش 2 او، تمام؟ صار عندنا اتش 2 او، ومن كسرت هاي الاصل صارت هاي الكربونه، صارت بور ان الكترون، وهاي الكربون صارت ريتش ان الكترون. ليش صارت ريتش ان الكترون؟ ليش صارت ريتش ان الكترون يا طلاب؟ لانه الاتش من غا او البروتون من يغادر يعوف الالكترونات مالته على الذره، فهاي الكربونه من غادرته البروتون صارت ريتش،
بينما هاي الكربون من قادرة تجزئة الهيدروكس صار بها صارت بور. ليش بور؟ لأن الأكسجين بواق بين قوسين، يبوق الإلكترونات مال الذرة كان مرتبط بيها، يعني يكي من معون ويعوفه، عكس البروتون اللي يعني يرجع الثواب إلى آخره من هالأمثلة اللي تحبون تطرقون إليها. فمن صارت الكربون هاي بور، وهاي الكربون شو يصير بيناتهم؟ يعني اكو بور واكو رج، اكو فقير وغني، شو راح يسوون؟ راح يسوون بوند بيناتهم. فصعدنا هذا البوند، تمام؟ صعدنا واحد اثنين داي هاي داي هايدرو كيونالين. شو هذا الداي هايدرو كيونالين؟ طبعا هو هسه شنو تقريبا كملنا، صعدنا داي هايدرو واحد اثنين داي هايدرو كيونالين. ايش ناقصه؟ ناقصه بس نشد جزئتين هيدروجين. فايش حنسوي؟ راح نسوي جزئيتين هيدروجين عن طريق شنو؟ عن طريق نفاعل ويا الفيروس سلفيت، وبوجود ياها وبوجود النترو بنزين مجرد هاي حفوها، يعني مجرد تفك حفوها. فشو حيسوي؟ راح حياخذ هاي الجزء، حياخذ هاي الهيدروجينين حياخذهن، راح يسوي عندنا كيونالين. ليش ما حياخذ؟ راح يصير عندنا باي بوند. طبعا اكو بعض الطلاب راح يقولون بس هاي مو باي بوند، ليش؟ شلون يعني؟ ليش يعني؟ شلون اعتبرنا انه اروماتيك؟ لانه طلاب ركزوا، انا هاي اكو حاله من الدوران، يعني ريزونانس، ترى هذا ريزونانس، يعني اكو رنين، ترى مو مستقره هالدبل بوند، مو ثابتات، بدها يتحركن. من ضمن الحركه مالتها حيصير اكون هنا باي بوند، فيعني هو شبه كامل عوزه، بس باي بوند ثاني اللي هي ما حياخذها، راح ياخذها من عن طريق من طريق عن طريق اخذ جزئيات الهيدروجين هاي، وهاي حياخذهن. راح اصير هاي عندها شو حصل ريتش، وهاي راح اصير اكو عندها حصل ريتش، وحده حصل عندها بور، فش راح اسوي باي بوند وخلص. يعني هي حصل عندنا كيونالين، وتمام. هسه حنسوي ريكاب او ريكول حسب يعني تفضيلك الانجليزي. بالبدايه راح نرجع للمعادله الاساسيه، المعادله الاصليه شنو هي؟ امينو بنزين انفاعل ويا كليسرول، انفاعل بوجود بوسط حامضي اللي يا هو اسيد ميديوم اللي هو H2SO4 المركز. ركز لي انه هو لازم مركز، يعني وسط حامض مركز. لو كتب لك ويك يقوى الغلط، لو كتب لك ميديوم اسيد ميديوم هم غلط. لازم يكون كونترايتد، يعني يكون مركز. وش راح نسحب؟ راح نسحب جزيئات ماي. عرفتوا شنو جزيئات ماي راح نسحبها؟ قصده شنو؟ انه شو قلنا لكم؟ قلنا لكم الاكرولاين، او مو الاكرولاين، يعني ورا ما تفاعل الاكرولاين عند اتش هيدروكسي وعند جزيئه بروتون راح ينسحب من الحين. هو ها شنو؟ ها وهذا جزيئه الماي هي قصده ان هي راحت، تمام؟ مو قصده على جزيئه الماي هاي، او قصده على هذني، قصده على شنو؟ بالاش الاش 2 او، قصده على هاي. اوكي، وانا ضيعته، اعوذ من ابليس. هاي قصده هاي جزيئه، او قصده هذين جزيئتين، او الشيء الكيان هذا قصده، تمام. ببداية شو نسوي؟ عندنا ستبين. الستب الأول إنه شو نسوي؟ نحصل على الأكرولاين. الستب الثاني نفاعل الأكرولاين والأمينو بنزين. ما يصير نفاعل الجلوسرول والأمينو أمينو بنزين مباشرة. لازم شو نسوي؟ لازم خطوة خطوة. عندنا ستبين. الستب الأولى إنه ركز، طبعا ركز إنه على العامل المساعد، ركز هاي مهمة، ركز على شو حيصير. عندك الجلوسرول شو حيصير؟ عندنا طبعا هاي شكله، طبعا هذا الشكل تقدر تحفظه كميكانيزم، انت تريد تحفظ الميكانيزم حفظه، تمام. عندك او اتش، شو يسوي؟ الحين ينسحب مباشره، الحين ينسحبن، وعندك هنا اتش وعندك هنا اتش. شو يصير المجموع؟ مجموع الذرات ايش قد؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. كم ذره اوكسجين؟ اثنين بس، تمام. فش كم مجموع؟ فش ايش مكتوب؟ مكتوب ناقص اربعه هيدروجين واثنين اوكسجين. طبعا تركز ان هاي ايش صار شكلها، فهاي الان مضروبه على هاي ومضروبه، الاثنين مضروبه على هاي ومضروبه على هاي، مضروبه على هذا ومضروبه على الاكسجين. عندك انت اساسا مسحوب، عندك ذره اكسجين، ذره هيدروجين مسحوبات، مضروبه في اثنين بعد، شو يصير؟ اربعه هيدروجين مفقود. اضافه الى ذلك عندك جزئيتين هيدروجين فقد، جزئيتين اكسجين فقدناهن. ف جاهل الفش كم يصير المجموع اللي فقدنا اربعه هيدروجين واثنين اكسجين. نتأكد من العملية اللي قمنا بالإليمينيشن سويناها هنا، عندك انت جزئيتين أكسجين فقدناها وأربعة هيدروجين، فحجيك صحيح مضبوط. طبعا وسط حامضي، أوكي. من نفقد شو يصير؟ يصير عندنا هذا المركب اللي اسمه أكولاين، اللي هو شنو؟ اللي هو العنصر الأساسي اللي نفاعله ويا الأمينو بنزين. احنا ركزوا انه احنا ما نفاعل الجلسرول مباشرة، فإنما نفاعل عام البرودكت هذا، نفاعل
المنتج هذا نفعله الايكو لاين. اوكي، بالبدايه شلون نفعله؟ من يقترب انه حتكون عندنا هاي النيتروجين، طبعا انت بالمنظر راح تلاحظ انه شو مسوي، انه مباشره دامج، مباشره شو مسوي، فاعل النيتروجين فاعلها بالكربون، فصاعدنا بوند ان اتش 2 بوند، صاعدنا انا عندك شنو، صاعدنا انا موجبه ده هو صحيحه. طبعا هي الفكره صحيحه، يعني هو يمكن هو الميكانيزم يمكن يكون اكثر من شكل، بس هو هذا الشكل الاساسي، هو هذا الشكل اللي جاي احكي عنه. انه شو يصير؟ انه هاي النيتروجين تكون رج ان الكترون، بالتالي شو تسوي؟ تقوم تحاول تسوي بوند ويا الكربون. هاي ليش تسوي كربون ويا الكربون؟ هاي هاي الكربون اساسا بور، يعني هي مسوي باي بوند، فيعني حالتها حال، يعني هي اصلا فقر، فجاي النيتروجين جاي تصدق، هاي النيتروجين جاي يصدق عليها، شو يصدق عليها بالضبط؟ يصدق عليها بانه حاول يسوي باي بوند، بس هي اساسا مقاطعه، فهي شو تسوي؟ تقول هاي الهيدروجين الفوق، قال لها ولي ما بدك بعد ويانا. وهاي الهيدروجين شو تسوي؟ تقوم تغادر، هو تغادر الاكسجين. فمن تغادر الاكسجين شو يصير؟ الباي بوند هذا ينتقل، وين ينتقل؟ ينتقل من هذا المكان، الباي بوند هذا ينتقل من هنا، ينتقل هنا. بنفس الوقت من انتقل، قلنا هاي النيتروجين تسوي تعاصره ويا الكربون. هاي الكربون ايش بيها؟ مقبطه، يعني سوبر فول من الاواصر مالتها. فايش حتسوي؟ حتخلي هاي الباي بوند كذلك تغادر، ما تغادر، تغادر هنا. تمام، فايش حيساعدنا؟ حيساعدنا هنا باي بوند، هذا الباي بوند حيساعدنا، هذا الباي بوند. بنفس الوقت شو حيصير؟ راح يصير هاي النيتروجين يسوي عاصره ويا هاي الكربونه، وهاي الهيدروجين جات هنا راح سوت عاصره الاكسجين هنا. تمام، ورا ما صارت هاي الامور صاعدنا هيدروكسي او جزيئه كحول او جزيئه اتش او، سميها ما تشاء. شنو شبيهه موجوده، وهاي عندنا جزيئة كربون. شبيه جزيئة هاي الكربون؟ بور ان الكترون نسبيا، يعني عندك جزيئة هاي الكربون شو تكون؟ ريتش ان الكترون، بنفس الوقت عندها بروتون، فشو حتسوي؟ راح تتخلص من البروتون، راح تاخذ الالكترونات مالته، راح تذب. جزيئة الكربون هاي شو حتسوي؟ راح تنطي الالكترونات لجزيئة الهيدروكسي او جزيئة الاو اتش، هاي جزيئة الاو اتش، تركزوا انها جزيئة او اتش، راح تنطيها الها. فشو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كربون بور وكربون ريتش، راح يسوون بوند، وعندنا هنا زائد اتش او وزائد اتش، يعني هيدروكسي وهيدروجين. شو راح يساعدنا؟ عندنا اتش او سالبه واتش موجبه، شو راح يسوون؟ يعني هذا او ابسط معادله اللي هي شنو؟ اتش 2 او حيعطينا ماي وبس. وثم شو حيكون عندنا؟ حيكون عندنا 1-2 هيدرو داي هيدرو كيونالاين. فمجرد شو نسوي له؟ مجرد نسوي له نسحب جزيئة دي هايدريشن، نسحب جزيئة الهيدروجين وثمان عن طريق النيتروبنزين، وجود العامل المساعد اللي هو الفيروس سلفيت ال FeSO4 زي كوينين. الايزوكولين، اوكي الايزوكولين طبعا هو بالبداية هذا الموضوع على طريقتين تفاعل، الطريقة التفاعل اللي اسمها البسخلر نبروسلاسكي. اقرا انتم تقروها رجعني، يعني لان الكلمه اوكي انتم دقيقه بس تحفظ شكل، يعني صراحه التسميه مزعجه، تسميتها مزعجه. فهو والثاني، لا الثاني اسهل، بس هذا اسم طويل والطريقه لفظه مزعجه، فراح اتجنب او راح اتوارى عن لفظه، وراح ابدا مباشره بالميكانيزم. طبعا تفاعل هذا الشكل هيك يتم، طبعا انتم تحافظينه شو يتم. انت طبعا هو اغلب المصادر او اغلب المعجب بيجي من هاي النقطه، تمام مباشره بيشوف النقطه، ما متوخين واحد في هالتفاصيل، بس المصدر هل راح يدخل بالديب ديتيلز، ف فناخذه على قد راسه على قد عقله. اول شيء عندنا اول شيء عندنا بنزالدهايد. شو سبب بنزالدهايد؟ يقوم يفعل نيتروميثان. شلون يفعل؟ يفعل نيتروميثان بوجود شنو؟ بوجود هذا المركب. فشو حيصير؟ هاي الجزيئه تمام، شلون هاي الشكل؟ هاي الشكل طبعا يكون هون اتش او طبعا، وهنا اكو اتش. فشو يفعل هاي ال ان اي؟ شو حيصير؟ هاي الان شو راح تصير؟ راح تقوم تتفاعل، وين راح تستبدل هاي؟ حنسوي استبدال، ما حتروح هاي الاتش، هاي ما حتروح اتش، صبروا. هاي الميثيل حتروح هنا، تمام. فشو راح يصير؟ راح يساعدنا هذا، هاي مالتنا الكربون، وهاي الكربون اللي حطيناها، وهاي الان اللي حطيناها كذلك، يعني هاي فهذا عامل مساعد. شو راح يصير؟ انه الان اي او
شو هسه راح تاخذ الاتش هاي، حتاخذها راح تعطيك ميثين. هذا الميثين وين راح يروح؟ حيروح وين حيروح؟ حيروح للاكسجين هاي، تمام؟ فما هسه راح تنكسر اصلا، راح تسوي اص، حصينها ام اي، فحصلنا هذا الشكل المركب، تمام؟ وراها عن طريق وجود البلاتينيوم، تسخين البلاتينيوم ساعدنا هذا اللطيف. راح نستبدل، شو حس راح نستبدل، راح نسوي اختزال لجزيئة النترات، النترو، راح نسوي استبدال جزيئة النترو، راح نستبدلها بشنو؟ راح نستبدلها بجزيئة مو نستبدلها، بإنما راح نزيد، راح نسوي اختزال، راح نختزل الأكسجين ونحط مكانه هيدروجين. هي عملية اختزال باختصار، راح نشيل الأكسجين راح نحط هيدروجين، تمام؟ شو راح نسوي هاي العملية؟ راح نسوي وجود البلاتينيوم والتسخين وجود البلاتينيوم، فراح نستبدل الأكسجين بهيدروجين. اوكي، ولا شو راح نسوي؟ راح نضيف هاي المجموعة، طبعا استخدمها على طريقة عمود ما يصير تفرعات، تفكير يعني تذكر الكورس الأول، حنستخدم هاي الطريقة العمود، بنضيف الكي عمود ما نسوي هي تفرعات، تمام؟ بالبداية راح نسوي؟ راح نسوي، راح ننقل البايبون، شلون ننقلها؟ راح ننقلها من هذا الموقع، من هذا الموقع الحلو إلى هذا الموقع الثاني. بوجود الفسفورس بنتا أوكسايد، فسفورس بنتا أوكسايد أو مثل ما تحبون شكله. فش راح نسوي؟ راح نخليه ينقلها البايبوي من هالمنطقة لهالمنطقة، راح نتخلص من الكيتون ونخليه شنو؟ نخليه زيئة هيدروكسايد، هيدروكسي مو هيدروكسي. وش راح نسوي؟ راح نسحب زيئة ماي، راح نسحب زيئة ام اي او اتش، تمام؟ شلون نسحب؟ راح نسحب الام اي، الام اي هي هاي الام اي قصدي، والاو اكس الاو اتش هاي الاو وهاي الاتش، حنسحب هاي، حنسحب هنا، بنسحب الشحن يصير راح يصير باي بوند، تمام؟ وانا نسحب جزيئتين ماي، قصدي جزيئه ماي، شو نسحب جزيئه ماي؟ حنسحب الاو اتش، وش ناقصنا بعد؟ ناقصنا بس الاتش، ما حنسحب الاتش، حنسحبها من هاي الاتش، تشوفون هاي؟ راح نسحبها من عندها. فبنسحب شو راح يصير؟ راح يصير هنا فراغ وهنا فراغ، راح يصير بوند، مباشرة راح يصير بيناتهم بوند. صار بوند، صار عندنا، صار عندنا الكيل ايزوكولاين. بس هي ببساطة يعني هسوي لكم ريكاب سريع، عندنا البنزل الدهايد وعندنا نيترو ميثان. شو حنسوي؟ راح نحول المركب الى هذا الشكل اللي تشوفونه، شلون؟ مثل ما قلت لكم انه الاكسجين هي فوق، راح اسوي اكسجين راح ترتبط ويا الميثيل، والكربون هاي شو حنسوي؟ راح تتخلص من جزيئة الاتش وترتبط بشنو؟ بالنيترو، النيترو ميثان، تمام. والاتش راح ترتبط ويا العامل المساعد هنا ويصير عندنا حائط ان اي او اتش. وهنا بقى شو نسوي؟ نقوم عملية اختزال، نختزل النترات نحول الى امينات. ووراها شو نسوي؟ وراها نضيف جزيئات الكيد، نضيف جزيئة عن طريق نستخدم هذا العامل اللي هو سلسلة الكيد وكربون واكسجين وكلورايد او اي الكيد. وراها من ركبناها شو نسوي؟ نقوم ننقل البايبون، تصير إعادة تنظيم أو إعادة ترتيب أو arrangement، تسميها مثل ما تحب تسميها. هاي الهيدروجين، شو حصل هاي الهيدروجين؟ هاي الهيدروجين راح تتحرك من هاي المنطقة لهاي المنطقة، وهاي البايبون راح تصير هنا، تمام؟ ببساطة راح يصير بهالشكل، إنه مثل ما تشوف حصل عندنا بايبون، حصل عندنا جزيئة هيدروكسي أو جزيئة اتش او. وراها شو راح يصير؟ راح نسوي elimination، أو نسوي عمل انتزاع. شنو عمل انتزاع؟ راح ننتزع هالجزيئة، أو راح ننتزع جزيئة الميثي، جزيئة الميثانول. شنو جزيئة الميثان؟ راح نستنزع الأو والميثان ونفس الوقت الميثيل، وراح نستنزع جزيئة الهيدروجين. منتزع شو حصير؟ راح يصير يكون هنا فقط بهالكربونات، احتجاج بعد آصرة، حنسوي باي بوند بيناتها. والجوا شو راح نستنزع؟ راح نستنزع جزيئة ماي، شنو راح نستنزع؟ الأو اتش، ونتزع من هنا اتش. منتزع شو حصير؟ راح يصير كذلك فقط، مثال فقط، شو راح يسوي؟ راح يسبب بوند بيناتهم، بالتالي راح يعطينا الكيل الايزوكوين. قصد الكيل قصد انه يمكن ميثان، يمكن ايثين، ايثيل، ميثيل، ايثيل وغيره. التفاعل الثاني اللي هو البرومنز فرتش، فرتخ، اللي يكون مثل ما قلت لكم الكلمات هذني مزعجات، لانه فرنسيات ما المانيات، فاللفظ ما حيكون مزعج، فراح اتجنب الفاظه. تقدر تقارنته، تقدر تطلب او تقدر تدرب عليه، حتى عنك ما حتحصل يعني طريقه مباشره لفظ مالته، ف واغلب منها هنود، فحتى لو تريد تسمع اللفظ راح تسمع لفظ يعني هندي بالاكسنت الهندي. فيس، ببساطه
نكتب بنزالدهايد. بنزالدهايد شو حتسوي له؟ راح يتفاعل الاستيل اوف امينو ايثانول، راح يتفاعل وياه، راح يسحب جزيئات ماي. من نسحب جزيئات الماي حنسحبها انه بشكل انه من نوعنا، شوف حنسحب هاي وحنسحب هاي، فهالشيء راح يرتبط، حيرتبط هاي الكربون او هاي الكربون حترتبط بهاي النيتروجين، فيطلع لنا هذا المركب. شو حيسوي وراها؟ طبعا حيصير ري ارجمنت، الاجمنت طبعا حيصير اجمنت. شو الري ارجمنت؟ شو حيصير؟ بوجود الحامض ال H2SO4 بنسبة 74% راح نسحب جزيئتين ايثانول، جزيئتين ايثانول، حنسحب جزيئتين ايثانول. شو راح نسحبهن؟ حق شو نسحبهن؟ انه حنسحب هاي الجزيئة وحنسحب هاي الجزيئة، بس شنو حنكون ناقصنا؟ حنقصنا هيدروجين، حنسحب هاي الهيدروجين حنسحبها، حتروح هنا، وهاي الهيدروجين واحد حتروح هنا، فايش راح يصير؟ هاي طبعا هي حتسوي تحرك بالاجمنت. شلون الاجمنت؟ حق شلون يصير الاجمنت؟ حيصير هنا اكو باي بوند، لانه هاي ما حتروح، راح تسبب هاي فقد هنا وهاي فقد هنا، حسوي باي بوند. ونفس الوقت هاي ما حتروح، شو حتسبب؟ حتكون ريتش ان الكترون، وحتكون هاي بور، لانه فقدت اكثر من، طبعا شوفوا هي فقدت اكثر من بوند، فقدت 2 بوند، تمام؟ من فقدت 2 بوند راح تحتاج تعوضها ب 2 بوند، فشلون حتعوضها ب 2 بوند؟ راح تعوضها بباي بوند من هنا وبوند ويا هاي. مثل ما تشوفون هنا صارت، فراح تندمج طبعا في بعام وجود حامض ال H2SO4 من 76%، راح ينطينا ايزوكولين مباشرة بدون اي بدون اي تفرعات او سبستيوت، لانه نقي. فعكس الطريقة الأولى راح تعطينا بي الكي. فإذا قال لك شنو الطريقة اللي نقدر نحضر بيها الايزوكولين بدون اي تفرعات، راح تقول له عن طريق البرومينز فريتش. وإذا قال لك عن طريق التفرعات، راح تقول له عن طريق المهم هاي الكلمة بس. يعني طلاب، أتمنى يكون الشرح بسيط ووضحها لكم إن شاء الله، يعني وضحها لكم. وإلى اللقاء، أتمنى لكم امتحان سهل وموفقين جميعا.